مخرجنا الجميل، ايه رايك نستاذنك ونشوف مع بعض مقادير الفروت سلطات بطريقه جديده النهارده، مع الزبادي، مع الايس كريم عملناه قبل كده، ولكن فروت سلطات بزبادي، طبق عشاء بالليل، وجبه عشاء حاجه لطيفه كده. جوزك مش عايز يتعشى، هتعملي له حاجه خفيفه تساعد على الهضم، ما يجيلوش ارتجاع مريء، وكلنا بيجي لنا ارتجاع مريء نتيجه طبعا سوء الاكل بتاعنا، ولكن نعمل فروت سلطات بالزبادي. نشوفه بقى دلوقتي ولا بعد الفاصل يا شباب؟ اهو فراوله، موز، جوافه، تفاح، زبادي. تاني فراوله، جوافه، موز، تفاح، زبادي. تفاح اخضر احمر اللي عندك بقى، ومعانا نعناع اخضر في المقادير. مقادير بسيطه وسهله ولكن طعم جديد وشكل جديد. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير. ايه فكره عمل الفروت سلطات بالزبادي؟ والله الفكره جت ان انا عايز اتعشى عشاء خفيف، وبدل ما انا اكل الفواكه صحيحه او اكلها مع شوكولاته، اكلها مع سكر، مع شربات، ايه المشكله ان انا اكلها مع الزبادي؟ الزبادي هنا دوره مهم جدا مع الجهاز الهضمي بالذات، بيساعد على الهضم، مشاكل القولون بتنتهي مع تناول الزبادي في وجبه العشاء. ده الطبيعي، خاص مثلا الجرجير لا يفضل طبعا، لان الجرجير زيه زي الجنزبيل بيبقى شويه سبايسي، فاللي عنده مشاكل مع القولون انصحه ما ياكلش الجرجير سليم زي ما هو، لازم يضيف عليه مثلا زيت زيتون، يضيف عليه طماطم، ما يتاكلش صحيح يعني، مش يجيب طبق جرجير ويتناوله كده، لا خالص. مشاكل القولون ومشاكل الحموضه خلي بالكم. او نفس الوقت مع الجنزبيل، مشروب الجنزبيل مع مشاكل القولون طبعا ده لا انصح بيه. تعالوا مع بعض نقطع الفروت سلطات بتاعنا. بس قبل ما نقطع الفروت سلطات نحضر الزبادي. يعني ايه نحضر الزبادي؟ هنشوف الزبادي هنضيف له ايه علشان نغير من طعمه كزبادي. ده مهم جدا على فكره. عينيا كمان الفاكهه دي جايه. طيب تعالوا مع بعض نحضر الزبادي ازاي. هو ده بقى، والله مش على بالي اي حاجه، اللي هيجي معايا هحطه مع الزبادي، بس هيعجبك يعني. اداه الزبادي، نعناع اخضر، احنا مش بنهزر. ناخد ورق النعناع اللي هي مستويه جاهزه، احنا هنقلبها دلوقتي مع بعض. ناخد ورق النعناع ده كده. اوعي في حياتك تفكري تفرمي عرق النعناع الاخضر في طبق سلطه زي شرب زي شوربه زي سوري زي سلطه الفتوش او التبوله مثلا او سلطه خضراء. في حياتك هتلاقي فيها مرار، تدوري المرار جاي منين، راسك عمرها ما هتاخد على النعناع ان هو فيه مرار، ولكن العرق بتاع النعناع هو المر، خلي بالك. في مرار، سبحان الله. المرار العرق المرار ده بيطلع ورقه النعناع الخضراء اللي فيها الزيوت الطياره الجميله اللي بيضيع ريحه الثوم من بقنا، ريحه البصل من بقنا. بيتصنع في عمايل طبعا الفليفر بتاع النعناع. الحلويات يعني. ده نعناع اخضر، دول كفايه قوي زي الفل. تمام، انا هطلع صينيه الكفته دي من النار. الله، اللهم صل على النبي، الف هنا وشفا للي ياكل. نقطع مع بعض النعناع الاخضر. جربي كده تعملي الفروت سلطات بالطريقه اللي انا عاملها دلوقتي، تبقى وجبه عشاء لطيفه. بس طبعا ما تحطيش برتقال، جيبي برتقال متقشرين ما ينفعش، خلي بالك. الفواكه اللي احنا يفضل تقطيعها مع الفروت سلطات بالزبادي، تفاح، موز، فراوله. والنعناع يتقطع بالشكل ده كده عشان نحافظ على السوائل اللي فيه. زي الفل. كمان دول، كمان دول. تلاقيش البلانشة نظيفة والسكينة نظيفة. لا وشغل عالي في التفاصيل. طيب ننزل بالزبادي. إخراج إبداع. مش أنا لوحدي بشتغل، أنا أقل واحد ببذل مجهود في البرنامج ده للأمانة يعني. ولكن مين بيبروزني؟ ومين بيطلع الحاجات الحلوة؟ ومين بيطلع الصورة الحلوة؟ فريق العمل. عين البوتاجاز يا فندم. يا فندم. ده لازم. معلقة دبس الرمان. هو ده. أنا عايزك التفاصيل بتاعة الفروت سلطة دي جامدة أوي على فكرة. دبس الرمان. مع نعناع. لا عايزك تجربيه على الطريقه دي وقولي رايك فيها عشان نتكلم الصراحه يعني. ليك الاختيار، يا اما تحط معلقه عسل
ده ليمون، عصير ليمون، يا اما تحط سكر، الاختيار ليك انت، سكر او ليمون، سوري او عسل، اه ده سكر بس، خلاص كفايه. حلو، قلبنا الزبادي مع السكر مع النعناع، زبادي سكر نعناع، قليل من دبس الرمان، ويكون معلقه شاي صغيره عشان يديني حموضه كده، يديني مزازه. ما دبس الرمان بيطلع من ايه؟ من الرمان، من الفواكه، يعني ما اخترعناش حاجه جديده. حلو، ناخد الفواكه بتاعتنا، نبدا بالموز اللي هو سهل التقطيع، وبعدين جايبينه مستوي ما شاء الله. خلي بالك انا حطيت الليمون على الزبادي عشان الموز ما يسودش. الموز والتفاح الاكسده بتاعتهم عاليه جدا، والدليل على كده الطفل بتاعك او انت شخصيا تاكلي مثلا من الموز دي حته والتفاح وتسيبيها شويه تلاقيها اسودت. بتيجي شكل بريء تقطعيه في قلب الفروت سلطه تلاقي الفروت سلطه اسود معاكي وانت لسه ما غرفتهوش. خلي بالك ده مهم جدا. ناخد الموز، ده نعناع، اللي هيخش دلوقتي يشوف القناه الاولى وجاي متاخر ويتابع القناه وجاي من بره يلاقي السكينه، اه ما انا عارف والله العظيم بيسيبوا الكل والتعب والشقا ده كله، يقول لك الشيف المغازي بيقطع على بلانشه والبلانشه دي مكانها كزبره والسكينه مكانها ايه العك اللي بيعكه ده؟ يا راجل يا طيب، ان بعض الظن اسم. خلي بالك، اه ده موز على فين؟ اه على الزبادي. الله العظيم لو قعد اسبوع في قلب البوله لونه ما هيتغير. اه هي الخبره الطهيه ده بتلعب دور، واللي واثق من نفسه بيقول الحقيقه. اه زبادي عليه يا عم الشيف، عليه عصير ليمون، اه وعليه سكر، اه حطيه في التلاجة لمدة اسبوع، اذا اسود هاتيه وتعالي على مزبيره هنا، اه واطلبي منه ثمنه. اه حلو، ايه تاني معانا؟ التفاح. اه انا بقى مش هقشر التفاح، انا ما بحبش التفاح المتقشر. ليه؟ قشره التفاح دي جميله، متعرضه للشمس، واخده طاقه ايجابيه، دي رقم واحد. رقم اتنين، اليافها بتساعد على الهضم وتعالج مشاكل الامساك، استخدمها. اه والتفاح الاخضر حلو في الفروت سلطات، اما التفاح الاحمر حلو في الاكل. التفاح الاخضر حلو في ان احنا نستخدمه في الطهي، خش الاكلات يعني. حلو الكلام؟ اه دايما الاخضر حلو في السلطه، في الفروت سلطات، الحاجات دي كده لو هتعملي تستخدميه يعني، ولكن عندك الاحمر والاخضر مفيش مشكله من الاثنين، مش هيقولوا لا. ليه يا عم الشيف؟ لان الاخضر فيه شويه حموضه شويه، اما الاحمر مسكر، فيفضل ان هو يتاكل كده يعني الصبح مثلا، الصبح تفاحيه كده على الريق، اه تنضف السنان، يساعد على الهضم، مشاكل الامساك. ما تقلقش كفته، ما تقلقش، هنغرفها مع بعض دلوقتي ونشوف اللوحه الفنيه بتاعتنا الجميله. كل ده هنحط الفواكه دي قبل ما تسود. خلي بالك، دخل حد يعطلك في المطبخ، اتلهيتي في البيبي الصغير بتاعك، بينادي عليكي جوزك، اوعي تمشي من المطبخ غير لما تحطي التفاح في قلب الزبادي، هترجعي تلاقيه اسود. خلي بالك، اه زي الفل تمام. اه هقطع الفراوله واجري. اه ناخد الفراوله بتاعتنا، اللهم صل على النبي، اقطعيها على اربع ارباع كده. الصينيه اللي هنغرفها دلوقتي بتاعت الكفته دي لازم تكون قد الصينيه، يعني عندك سرفيز مدور بتاع كبسه بتاع مقلوبه فراوله. يلا مع السلامه، نقلب كل ده مع بعضه، نقلب ده الفروت سلطه. والله حاجه جديده يا شيف، شوف المزازه بقى والطعم، الخليط والميكس ما بين دبس الرمان مع الزبادي مع السكر مع النعناع، تفاصيل صغيره، طعم جديد. نغرفها بسرعة، يلا اللهم صل على النبي. طبق التقديم يا عم الشيف، وقدمنا الفروت سلطة النهاردة بشكل تاني وطعم تاني. اه وجبة عشاء جميلة فيها كل حاجة. اه الجرنش بتاعنا عود نعناع لطيف كده حلو، دلالة على وجود النعناع في قلب الفروت سلطة.